اوكي من مختبرات حتقولوا لي قللي لنا المادة وأعرف هاي الأمور كلها. أني ما راح أقلل المادة بقد ما راح أقلل الشغلات اللي ممكن تقروها، أوكي؟ المادة ما أقدر أقللها لأن هي 8 مختبرات، راح أقلل من عدها، أوكي؟ يعني ضمن المختبر أني راح يعني أقول لكم هاي الشغلات ركزوا عليها ولا تركزوا عليها، ما لازمكم يمكم كم طلاب. أوكي راح نبدي المختبر الأول، بس ثواني أفتح بس المختبرات كلها أخليها يمي. تمام هسه راح أشارك العرض على مود نبدأ مختبر مختبر. طيب نبدأ أول مختبر، يعني أول مختبر واصلكم؟ طيب طيب هسه هاي أول صفحة عوفوها، هاي ثاني صفحة عوفوها، أوكي دا تقشرون وياي يا طلاب؟ طلاب البنات، البنات عيني وياي؟ نعم دكتورة وياك. أوكي هذا ساعدنا، هاي أول صفحة عوفوها مو فد شي مهم لأن يعني جبناها هواية بالامتحانات، هاي همين عوفوها، هاي الصفحة بس مهم بيها انه نعرف انه هي الحشرة تنقل يا مرض، ومن اقول لكم يا مرض ديزيز تقولوا لي ملاريا ديزيز، اقول لكم يا طفيلي باراسايت تقولوا لي البلازموديوم، وهي اسم الحشرة شنو؟ طيب من اقول شنو الصفة المميزة بالحشرة ما تقولوا لي كل الكلاسيفيكيشن، تقولوا لي فقط الوينج سبوتس مثل ما جاوبتوا بالامتحان، تمام؟ هذا المهم بهاي الصفحة. بهاي الصفحة شنو مهم؟ انه تعرفون المراحل مالتها الايج ولارفا بوبا وادلت، وتعرفون انه اول ثلاثة تكون مائية المعيشة مالتها، والاخيرة تكون لا. معيشتها برد. تمام بس هاي بالنسبة للبيوض ممكن من 50 اللي مش الممكن موجودة ورا هاي الكلمة شوفوا المؤشر have floats on the side have floats on the مثل ريحة أو في شيء تقدر تعيش ما فرق عليه. هذا السلايد عفو جبت لكم بالامتحان هذا الثورة اللي عقل من موجود بيها يعني من يتحاول ويستاهل الفقرة بس هاي
تعرفوها لان اجينا اوكي بالنسبه للمختبر الاول شرتو. نعم دكتورة اشتغلنا. اوكي يعني اريد جواب عافيه يعني لا لين حتى لين انا بالتسعه عندي الصباحي لازم اخذه فهاي اذا هاي الاطوار وهاي مداخله اول المقيم. نجي للمختبر الثاني هو هذا واصل لكم العرض اوكي بالنسبه لهذا السلايد انا المهم بس اعرف عندي انه الاسم العلمي للحشره والاسم العام مالته تمام عن الاسماء جدا جدا مهم طلاب الاسم العلمي والاسم العام اوكي ويا مرض من اقول شو اسمه بهاي الاغلاط اقول شو اسم المرض اللي تنقلها حشره الايديز ايجيبتي المرض الديز تقولوا لي زيكا ديز فيفر هذا اسم المرض من اقولكم شنو هو الكائن التي تنقل الحشره الكائن او الايجنت تقولوا لي شنو الزيكا فيروس تمام يعني يكون الحشره حامله بداخلها يا فيروس تقولوا لي زيكا فيروس مو تقولوا لي زيكا فيفر تمام البقيه الفقرات الجو كلها ما داخله تمام بس اول فقره بالاخضر هاي اول فقره تمام حددتكم اياها اوكي زين بالنسبه للاكس مالتها جبت لكم اياها بالامتحان لكن ممكن انه طبعا بالمناسبه ممكن جدا اكو اسئله تنعاد مو على بالكم الشيء اللي جبت انا بالامتحان ما راح ينعاد عليكم لا ممكن اكو شغلات جبتها انا بالامتحان ممكن تنعاد شكل الاكس ممكن اجيب لكم صوره واقول لكم هاي الاكس طبعا يا حشره تمام من اقول شنو مميز الصفه المميزه للحشره تقولوا لي وايت ماركتنج اون ذير ليجز مثل ما اغلبكم مجاوب بالامتحان تمام هذا السلايد المهم بي انه شنو الصفه المميزه بالحشره و تضع البيوض لازم مصدر مي تموت تضع البيوض اوكي هذا الشيء المهم هذا السلايد هذا السلايد يعني هو مو فد شيء مهم يعني ما راح اجيب لكم صوره واقول لكم هذا شنو اوكي هاي المراحل مهمه اوكي واحد اثنين ثلاثه اربعه ما اريد رسم احتمال اذا جبت هذا السؤال واقول لكم what are the routes of transmission شنو هو المسار الانتقال للفيروس زيكا فيروس inside the mosquito to human من داخل الحشره الى الانسان تمام تقولوا لي بالسرعه واحد اولا كذا ثانيا ثالثا رابعا خلاص لا ترسموا لي حشره ولا ترسموا لي طبقه جلد الانسان ولا اي شيء ما اريد رسم بس تكتبوا لي ها واحد اثنين ثلاثة أربعة أوكي البريفنشن مداخله أوكي هاي الصفحة كلها مداخله تمام انتهينا من المختبر الثاني أحول عندكم سؤال جواب أوكي زين نجي على المختبر الثالث مال الريبيز أوكي زين هذا اول سلايد مو مهم اوكي لانه هو تاريخ الهيستوري ما احنا قلنا من كنا نقرا بس المهم على مود نفهم لكن كامتحان الهيستوري مو فد شيء نجي عندنا هنا هاي الفقره مهمه جدا انه بعد مصير العضه الفيروس وين يتجه اوكي وين يروح وين يدخل وش دا يصيب بالضبط من الجسم الانسان من اقول شو يصيب من جسم الانسان شو تقولوا لي السنترال نيرفوس سيستم الجهاز العصبي المركزي يعني ما راح يصيب جهاز هضمي لو يصيب جهاز تنفسي لو يصيب الرئه لو القلب اكو امراض هوايه اخذناها دا تصيب مثلا اكثر شيء
افيان فلو السواين فلو قلنا عليها تصيب الجهاز التنفسي، لكن هذا الفيروس هو الوحيد اللي يصيب الجهاز العصبي المركزي سنترال نيرفس سيستم. تمام، ما اريد تخربطون اذا اقول لكم فراغ افكتد بالسنترال نيرفس سيستم ان هيومن، تقولوا لي ما اخذيه، لانه هذا الوحيد اللي اخذناه انه هو الاصابه مالته راح تروح بعدين بالاخير تتجه للمخ. اوكي زين، عندنا بعد شنو؟ سألكم بالامتحان هذا المسار مهم جدا مهم، من أقول لكم what is the route of transmission of virus of rabies virus inside a rabid dog، داخل الكلب المسعور شلون يصير المسار؟ تقولوا لي البايت أول شيء العضة، بعدين يروح للنيرفس اكزيون المحور وسباينال كورد برين. نعم سؤال نعم عيني السؤال، السؤال هو what is the route of transmission، مسار الانتقال، مسار الانتقال of rabies virus ل فيروس الرابيز. اوكي inside في داخل rabid dog داخل الكلب المسعور اوكي او المصاب بالرابيز، شلون يصير المسار مال الفيروس وين يروح؟ هاي بس تكتبوا لي هاي الفقرات وهم ماكو رسم. طيب هذا السلايد هذا انه انا المهم انه اعرف بكل مرحله ايش دا يصير، اسم المرحله كل مرحله ايش دا يصير. تمام، وما اريد كل الاعراض بس مجرد اول شيء، مثلا هنا أنا اول شيء دا يتغير درجه الحراره زين، المرحلة الثانية ايش دي يصير؟ الفيوريوس يصير اجريسيف عدائي، بالمرحلة الأخيرة يبدي يصير بي شنو؟ شلل، راح يبدي يتحول هذا الباراليسيس يصير بي شلل. ما أريد كل الشرح تشرحوا لي، بس أريد تفهمون إنه بأول مرحلة تغيير بالمزاج يصير عندنا تغيير مزاج، العفو مو تغيير حرارة، تغيير بالمزاج، المرحلة الثانية يصير عدائي، المرحلة الثالثة يبدي يصير عنده شلل. أوكي طيب هنا أنا الفاكسين ها الفاكسين ايش وقت نعطيه للكلب قبل ان يصاب، يعني كلب ما بي شيء اقدر انطيه فيروس لقاح الرابيز، لكن الكلب اذا هو مصاب اقدر انطيه لقاح؟ هاي جوز تجيكم صح وغلط. تمام هذا السلايد وهذا السلايد مداخل، اوكي هاي الصورتين بالاخير مداخله، خلصنا من الرابيز نجي على من عندنا بعد أربعة لا بأربعة أوكي نجي عندنا لا بأربعة للسواين فلو مو أوكي. هاي الأول واحد الأعراض اللي بالإنسان عوفوها، أوكي هذا السلايد الأول عوفو الأعراض اللي بالإنسان، أريد الأعراض مال بيجز تمام واللي مأشره بالاحمر، اوكي واللي مأشره بالاحمر. طيب هاي شلون ينتقل؟ رؤوس اقلام طلاب مو كل الشرح، انيمال ترانسبورت انتنسيف فارمينج وهكذا، دايركت ترانسميشن يعني باي تاتشينج نوزز، هيجي مختصر مفيد، ما اريد تكتبوا لي جرايد زين. بعد عندنا هاي الصورة قلت لكم أنا عليها من قبل، إنه بس المهم إنه تفتهمون إنه السواين فلو داخل البيج هو عبارة عن ميكسينج بازلز، هو منين جاي هذا الفيروس؟ من اتحاد الطيور مع الهيومن، قلت لكم إياها بامتحان، أكو قسم بيكم مخربطين بها. هاي تحفظوها مثل اسمكم، أوكي مثل اسمكم تحفظوها زين. خلصنا من السواين لا لحظة ثواني بعد منو عندنا ستة خمسة أوكي الخامس الأفيان أفيان فلو، هاي جبت لكم إياها أني من الـ H5N1 ومن الـ H1N1، فهذا السلايد عوفو أول واحد، الثاني الهيستوري هم عوفو، الثالث ها هذا السبريد اي بتوي هاي عوفوها عوفوها هاي
اوكي هاي همين جبت لكم اياها بالامتحان، مو مشكله. العلامات، العلامات اللي تظهر على الدجاج كلش مهمه. العلامات اللي تظهر على الدجاج، هذا السلايد اوكي. هذا عوفو كونسيومر شين صحون مال المنظمة الصحة العالمية، أنا جبته يعني بس يعني هم ارجعوا اقروها، ممكن اخذ صراحة يعني بعدني ما مقرر، بس ممكن اخذ منها يعني فراغ فتشي اوكي. يعني هذا داخل، هذا داخل، لا هذا مال منظمة الصحة داخل. فإذا عندنا هذا وعندنا السلايد مال هذا السلايد السابع أيضا جدا جدا مهم. اوكي اشرتوا على السواين الافيان فلو، حول ويايا طلاب. اوكي اوكي زين وين وصلنا؟ خمسة ستة، نجي على السادس. ها انت فيروس، نجي هسه طلاب هذا المختبر اريدكم تركزوا لي على هذا ال HPS هانتافيروس بلمونري سيندروم والهيموراجيك فيفر سيندروم HFRS. ممكن يجي مقارنات بيناتهم، اقول لكم قارن لي بين هذا وهذا، او ممكن اجيب لكم مثلا بالفراغات، تمام اجيب لك فراغ اقول لك اللي نيو وورد هانتافيروس يقصد منو، تقولوا لي هذا. اقول لكم الاولد وورد يقصد منو، تقولوا لي هذا. احتمال يجي صح وغلط، اجيب لكم بالعكس اوكي. لكن انا اذا تقولوا لي هسه الفرق شلون نسوي، الفرق جدا بسيط. الفرق من ناحيه انه منو الفئران اللي تنقلها، زين احنا أنا بالاول الدير، بالثاني النرويجي الفأر النرويجي. بالاول شي يسبب من اسمه بلموناري يسبب اعراض رئويه، فيفر حراره وكف وسنيزنج وهالسوالف. الثاني راح يسبب لي لا مشاكل بالكلى، وهاي هسه نجيها بالاخير زين. وبعد شنو عندنا من ناحيه الفيكتور ومن ناحيه الاعراض، اي هي هاي اكثر. بس الفيكتور ها وين موجود، وين موجود؟ هذا الاول موجود بامريكا والثاني موجود باسيا اوكي. بس هاي الثلاث نقاط هاي اذا ردت اسوي مقارنه، واحتمال تجي من عندهم شنو فراغات او تجي صح وغلط حسب. هاي عوفوا الصوره هيستوري عوفو. هذا مهم جدا 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 شلون انه انتقل الهانتا فيروس لنا اوكي. شلون ينتقل الهانتا فيروس لنا من من الفئران للانسان، شلون دي يصير الانتقال اوكي. بعد شنو عندنا؟ هذا عوفو السلايد اوكي، هذا السلايد ست عوفو او هاي الصفحه يعني عوفوها انه شلون تصير هاي. هاي همينه هاي عوفوها هاي يعني لان هي تقريبا هي راح تبدي هسه، هاي كلها الجايات المال فئران كلها متشابهه اوكي. هذا مهم، سلايد مهم جدا هو تقوم به في حال اذا جت مقارنه اوكي. إذا جت بين النيو وورد الجديدة اللي هي اللي تسبب إصابات رئوية، ذيك راح تقولوا لي وين شو تسبب؟ تسبب إصابات بالرئة inside lung. هاي وين تصير؟ الهيموراجيك ال HFR clinically sinus cause هاي disease such as هاي كوريان الإبيديميك تسوي هيموراجيك فيفر، تسوي لي هاي الشغلات. طيب من نواقل هناك من ينقلها بالرئوية ال HPS من ينقلها الدير ماوس اوكي. هنا لا ذول النوعين. طيب هناك الإصابة رئوية، هنا تسوي لي هاي، خاف ما تعرفوا طلاب هاي رينال سيندروم. هناك رينال سيندروم تسوي، هناك لا شو تسوي؟ PS بلموناري سندروم إصابة رئوية، هنا الإصابة كلوية. طيب هاي أول مقارنة. الثانية الناقل منو؟ ذولا بالكلوية. بالرئوية لا دير موس.
بعد اختيار آخر إنه وين مكان الإصابة؟ هنا دا تصير بآسيا اللي هي مراجق، هذيك تصير بأمريكا. هاي في حال إذا أكو مقارنة، واحتمال من هاي المقارنة أجيب فراغ. أقول لكم مثلاً الفيكتور مال الـ HFRS، تقولوا لي مثلاً واحدة من ذول اختاروا. أوكي، بالمناسبة هذا الاسم العام وهذا بين القوسين الاسم العلمي، تمام؟ مو تقولوا لي هذا من هو، مثلا هذا من هو، انا اقول لكم لازم تقولوا لي مثلا الكومون نيم مال ابوديماس اجريكاكاس، تقولوا لي منو سترايبت فيلد ماوس. اقول لكم الكومون نيم الاسم العام، كومون نيم يعني الاسم العام. اقول لكم الاسم العام للراتس نورفيكاكاس، تقولوا لي براون او نيروي رات، واحتمال بالعكس، بس لا ما اجيب لكم بالعكس، ما لا تخافون، ما نعرف شويه املاءكم واخاف تتخربطون. زين، بس المهم حفظوا لي انه كل واحد من ذولا شنو اسمهم العام مالتهم. طيب خلصنا من لاب 6، نجي على لاب 7. تمام، هذا 7 رات بايت فيفر. اوكي، هذا اول سلايد عفو، هذا الثاني هم عوفوا، لان احنا باعوا. انتوا تدرون شنو هذا راح يختصر لنا يا هذا الموضوع كله، راح تختصر لنا يا المقارنه اللي انتوا سويتوها كواجب. طبعا اللي مدز واجب ما اخذ درجه مال واجب، اللي لاحظ سعياته نازله هذا معناته انه هو حضور ما كان يحضر، واجب مداز، كويز ما كان من ينسال ما يجاوب. تمام، انا هاي لان كلها تتذكرون من كنت اقول لكم شكرا جزيلا، هاي شكرا جزيلا يعني انت ما جاوبت، تمام، او انت ما جاوبتي. اوكي، طيب المقارنه اذا فهذا المختبر 7، مختبر 7 خلينا اشوف بعد اكو شيء بي تك 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 تك. مختبر 7 هو عباره عن فقط المقارنه. زين، راح تقولوا لي شنو هي المقارنه النموذجيه، راح ادزلكم هسه نهايه المختبر، ادزلكم بالجروب مالتكم صوره واجب نموذجي لطالب سواه. اوكي، واجب نموذجي فهذا تقروا. اوكي، فمختبر 7 بس تقروا لي الواجب اللي هو مقارنه، نختصر كل هالحكي بالمختبر. اوكي ويا يا طلاب، وصلت الفكره طلاب؟ اوكي، تمام. نجي عندنا مختبر 8 اللي هو اللايم ديزيز. هذا المختبر تركزوا لي على هاي اول فقرتين. اوكي، اللي هي اهم شيء قلنا انه هو من المسبب من المرض وبش ينقل وشنو العلامه المميزه للمرض. قلنا الاكسباند ريد راش اللي تسمى شنو طبيا اريثما ميجران، هاي العلامة المميزة للمرض. تمام؟ طيب بعد هذا منو الناقل؟ شنو اسمه؟ اكزودز، هو هذا نوع من القاد اللي ينقل. طيب بيا مرحلة يتم الانتقال بالنيفال ستيج؟ مهمة جدا. ليش تنقل بالنيفال ستيج؟ عجب، لأن هاي المرحلة يكونون هي هذول كلش صغيرة بحيث احنا من الصعب انه نتحرى عنها. لهذا هي تقرصنا وما نحس بيها. تمام؟ ومن مميزات القرصة شنو؟ انه ما بيها لا حكة ولا ألم. ممكن احنا ننقرص وننصاب، ولهذا هو صنف كمرض، انه ننقرص وننصاب وما نحس بيه. تمام؟ زين، عندنا هاي النوع المسبب هو قلنا البكتيريا البوريليا. بكتيريا البوريليا هاي بوقت فهمتكم اياها انه احنا ليش دا نشوفها بالدارك فيلد مايكروسكوب؟ قولوا لي هذا الجواب، انه هي البكتيريا من النوع السبايروتشيتس اللي هي اللولبيات، نتيجة شكلها اللولبي يبين تحت المجهر انه هي عندها دبل ممبرين تشبه النيجاتيف، لكن بالحقيقة هي بوزيتيف، ولهذا احنا نلجأ انه نفحصها بالدارك فيلد على مود تبين اللولبه مالتها. من افحصها بالمجهر العادي راح تبين عبالك عندها طبقتين، هاي الحركه اللولبيه مالتها تبين عبالك عندها طبقتين، فنقول عليها جرام نيجاتيف بكتيريا.
ما ندري انه هي هاي البكتيريا المسببه لللايم ديزيز، فنلجأ لفحصها تحت المجهر. يعني الدكتور مو يشوف العلامه هاي الاكسباندنج ريد راش، راح يدز المريض التحليل يقول له سوي لي تحليل البكتيريا المتواجده بالدم مال هذا الانسان، شوفوا لي هل هي بوريليا لو لا. ويوصي الطبيب، يوصي يقول فحص تحت الدارك فيلد مايكروسكوب، يدزون العينه المختبرات معينه تسوي لهذا الفحص، فاذا طلعت هيجي معناته هذا مصاب باللايم ديزيز. تقولوا لي هاي الفقره اوكي، ولهذا يقول لك هاي البكتيريا مستيكلي بالخطا ممكن تشخص كجرام نيجاتيف اوكي. بل هذا الترانسميشن عفو، هذا عفو اوكي، لان يعني ما تكوستوا بي وما لحقتوا تقروها اصلا، وهذا المختبر اكيد يعني ما فتحتوا زين، لان يعني راسا صار بعد عينه والامتحانات وهاي. هاي عفوها، تشخيص عفو، المنع عفو اوكي. بس عرفتوا شو المهم بس بالمختبر السابع الثامن العفو، خلي ارجع لكم مرت الاخ، وهذا اخر مختبر المهم بي. هذا اول شيء، بس هذا اول الاول فقرتين مهمه. الصفحه الثانيه هذا مهمه، انه هو شنو اسمه للجراد، وبيا مرحله ينقل المرض، بيا مرحله من مراحل الجراد، شوفوا الجراده من هي صغيره الى ان كبرت، بيا مرحله ده ينقل اسمها النيفال ستيج، وليش؟ لان هي تكون كلش صغيره انه نتحرى عنها. الورقه الثالثه هذا، تقولوا لي انه ليش هاي البكتيريا الجأ الى فحصها بالدارك فيلد مايكروسكوب تمام، او ليش من شخص مصاب باللايم ديزيز افحص العينه مالته بالدارك فيلد مايكروسكوب، بس هذا الداخل بالمختبر الثامن. طيب هسه اني هاي المختبرات كلها لخصتها، اكو احد سجلتوا كل الملاحظات طلاب؟ نعم دكتور. طيب عاشت ايديكم اوكي. زين الباقين، احنا هسه انا اللي عرفه انه انتم 19 اكو 10 مداخلين طلاب، هذا فاينل وكل ان شاء الله بميزان حسناتكم، اريد التاشيرات اللي اشرتوها تدزوها لزملائكم اوكي. ها عاشت ايدك، كلش زين كلش زين عاشت ايدك، لان يعني انا الصراحه يمي انت الكهرباء كلش تعبانه، عاشت ايدك، فعيني التسجيل دزه للطلاب على مود الكل تستفاد من التأشيرات. عندكم سؤال طلاب؟ اكو شيء دا تحسوا؟ نعم يلا 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 دللوا اللاب الاول، خلينا نشوف. اوكي الانوفيلا صغير لو زيكا تريد اللاب الاول، ويا عيني عبد الله اوكي صوتي واصل تمام تمام هذا اول صفحه، اول صفحه مداخله تمام، ثاني صفحه هم مداخله اوكي، لان هاي كلها للاطلاع لكم على مود تعرفون شنو اروع انواع النواقل وش قد امراض. طيب هنا شنو المهم انه نعرف انه الانوفيلاس زين، هاي الانوفيلاس ايش تنقل؟ تنقل مرض الملاريا اوكي. طيب مرض الملاريا يعني المسبب مالته يا طفيلي، طفيلي اسمه البلازموديوم خلاص. طيب الحشره شو اسمها؟ انوفيلاس جامبي اوكي. بلازموديوم فلاسي بارم اذا تريدون تكتبوها عاشتيتكم، لكن حتى لو اذا كتبت بلازموديوم فقط، بلازموديوم فقط اوكي ماشي ما زين. من اقول شنو الصفه المميزه بالحشره تقولوا لي الوينج سبوت، وينج سبوت ما اريد تقولوا لي كل هذول الشغلات الاخرى، لان هاي كلها مشتركه مع باقي الحشرات، لكن هاي الحشره بالذات عندها بقع على الاجنحه زين، هاي صفه مميزه للحشره. طيب نجي على هذا هاي الورقه شنو نركز عليها؟ نركز المراحل مال الحشره، يعني اللايف ستيجز مالتها، لايف سايكل، تمر بايج، لارفا، بابا، ادلت
المهم نعرف انه هذول اول ثلاثه يكونون مائيه، اما هاي تكون البالغه تكون بريه، لان هي الحشره تكون بريه ما تعيش بالماء. تمام، بس هاي الفقره، هذا الباقي عوفوا. طلاب انا من اقول فقره انا اقصد هاي اللي قدامها مثلث اشاره، يعني هاي من هنا. تمام، هاي من اقصد فقره، مو اقصد الورقه كلها. نجي على هاي المميزات. ها طيب، هذا السلايد شنو المهم بيه، او هاي الصفحه شنو مهمه بيها؟ انه تقولوا لي انه هي الحشره الانثى كم بيضه تضع؟ من 50 الى 200 لكل عمليه وضع بيض. تمام، هاي. وبعد شنو عندنا؟ الشيء المميز بالبيضه، شنو الشيء المميز بالبيضه؟ they have floats on their side. They have floats on their side. عندها مثل الطوافات يسموها، شلون الطوافة على مود تسبح بالماء، لأن يعني هي البيوض ترى ما تغرق، هي تكون طافية على السطح مال الماء. تمام؟ عندها floats مثل الطوافات، هاي الصفة المميزة لبيوض الأنوفيلس. تمام؟ مو تقولوا لي الصفة المميزة إنه هي resistance to dry، not resistance to drying، لا، هاي صفة ممكن تشترك بها كل أنواع البيوض مع الحشرات، لكن هي الصفة المميزة بيها بالذات إنه عندها هاي الفقرة اللي ظللتها. تمام؟ طيب، هاي الصفحة شوفوها، لأن هاي قريناها وجبنا واية منها أسئلة بالامتحان. تمام؟ هاي الصفحة فقرة الأبدومن فقط ركزوا عليها، إنه بطن الحشرة شي يصير بيها. أوكي؟ نجي على الأطوار مال إنه مو الأطوار، العفو، المراحل مال الانتقال، ايش يصير بالطفيلي وايش يصير داخل الإنسان، عوفوا، لأن جبناه بكويز وجبناه بالامتحان وخلصنا منه، في صارت يعني فتشي هواية دلح بي. تمام، هاي وهاي داخل الإنسان وداخل الحشرة، عوفوها 9 و10 عوفوا، وهاي ما عدنا شيء. طيب، فهمتوا الشغلات الواضحة بالمختبر الأول؟ اوكي، عندكم بعد اكو شيء شاكين بي انه ما سمعتوا زين بدون تعيدون؟ هي هسه ما دام سجلت المحاضره ان شاء الله، يعني ان شاء الله يكون ما مقطع صوتي او فد شيء. ومع ذلك طلاب همينة، اذا بديتوا تقرون وراجعتوا التسجيل واكو شيء ما واضح قولوا لي، كتبوا لي اقول لكم داخل لو ما داخل. عندكم شيء عيني بعد؟ لا ان شاء الله. لاب 7 آخر ورقة، دل العين حسين، لاب 7 آخر ورقة، هذا سبعة، سبعة هم سبعة رسمو تمام؟ لا سبعة سبعة اوكي، 7 اخر ورق. ها حبيبي 7 يا منة الله حبيبتي، 7 قلنا المختبر كله نختصره بالمقارنة فقط. اوكي، بالمقارنة فقط يا منة. المقارنة حتقولوا لي شلون راح نسوي انتم دزيتوا لي واجب، كلكم دزيتوا الواجب وكلكم عاشت ايدكم، والصراحة اللي داز الواجب